دلوقتي هنتكلم على السياسة النقدية. في بداية الفترة بتاعت 2013-2014 مصر كانت في وضع حرج جدا بالنسبة لسياسة الصرف الأجنبي وتوفر الاحتياط النقدي اللي موجود عندها، وده باختصار كان بسبب إيه؟ إن إحنا كان عندنا عدم استقرار سياسي وأمني، فده قلل من مصادر تدفق النقد الأجنبي زي السياحة. طبعا ما فيش سياحة هتجيلك في وقت ده، زي الاستثمارات وزي الصادرات، لأن أنت إنتاجك حصل فيه خلل فما فيش اللي أنت تصدر بيه. فأكتر ثلاث عناصر بيجيبوا لك نقد أجنبي حصل لهم ان هم تأثروا او النسب اللي بيجيلك منهم قل. طبيعي. طيب احنا دلوقتي الناس محتاجة دولارات، الدولار احنا كنا مثبتينه في الوقت ده مثلا وليكن ب 8 جنيه. طب احنا علشان نحافظ على النسب على سعر الدولار ثابت ده، محتاجين ان احنا ناخد من الاحتياطي النقدي اللي موجود عندنا. طب الاحتياطي النقدي ده مش احنا بنستخدمه في الواردات بتاعتنا طبعا. وان احنا بنقيس بيه كمان عدد الشهور اللي بيكفي ان احنا نجيب بيه واردات سلعيه. هنا كان مثلا في شهر يونيو 2014 كان حجم الاحتياطي اللي موجود عندنا بيكفي 3.3 شهر، يعني مش مكمل 3.5. وكمان في شهر نوفمبر 2014 كان قل عن 3 شهور، كان 2.9. طيب احنا دلوقتي وصلنا ان احنا قربنا ان هو يبقى مغطي 5 شهور. طيب في الفتره دي حصل ايه؟ القرار بتاع تحرير سعر الصرف اللي تم في اخر 2016 ده كان يعني من اكتر القرارات المؤثره في برنامج الاصلاح الاقتصادي، وانقذ مصر من حاجات كثيره وتداعيات اقتصاديه كثيره كان ممكن تمر بيها لولا القرار دوت. طيب الاثر بتاع تحرير سعر الصرف دوت معروف ان هو اول لما بنحرر سعر الصرف تاني يوم على طول التضخم بيزيد طبعاً. التضخم بيزيد، ولكن بعد ما بيزيد يعني هو بيزيد مرة واحدة ويستقر بعدها، أو يبدأ ياخد مسار نزولي وبدأ يستقر عند معدلات حوالي 16 جنيه. لأن احنا حتى وقتها كنا مثبتين الدولار الجمركي عند انخفض الدولار معانا لحد ما وصل سعره 15.38 وجات الكورونا قرفتنا في عيشتنا. بس انا فاكر ويمكن هو حتى ده مكتوب برضو في الـ في الـ في الانفوجراف انه احنا في 2013 كان الجنيه هو احد اسوأ 10 عملات على مستوى العالم امام الدولار. ليه بقى؟ لان هو كان مقوم مش بقيمته. طبعا. يعني زي ما حضرتك مثلا بتشتري الفضه بسعر الذهب. طيب هل كده الفضه هل يعني الفضه قلب الذهب مثلا؟ فهي لما حضرتك بتدي له قيمه اعلى من قيمته فهو يعني وصل لان هو يكون من اسوأ العملات في الوقت دوت، وما كانش عليه طلب خالص لان انت ما عندكش اصلا اللي تصدره والسياحه مش بتجيلك، فمصادر النقد الاجنبي اللي عندك كانت قليله ومش بيجيلك سياح، ما فيش حد يستورد منك، فما فيش طلب على عملتك باي شكل. يعني لما انا بدات اعمل اصلاحات هيكليه تمام، فبرضه بتذكر انه في 2020 طلع انه تقييمنا هو تاني أفضل عملة على مستوى العالم أمام الدولار، خاصة إن احنا كنا في وقت الجائحة وقدرت مصر تظهر فيه بوضع نسبي متميز جدا، وده كان نتيجة الانعكاسات بتاعت برنامج الإصلاح اللي تم قبلها بسبع سنين مثلا أو ست سنين بدأت تظهر أثرها في الوقت ده. جماعة يعني الأشقياء هيسألوني، بلومبرج وفاينانشال تايمز مش كلامنا، خواجة امسكتوا ورقة امسكتوا قلم، قال مصر جنيه أحسن تاني عملة قدام الدولار. تمام. بس كده كنا بنقول ايه تاني هنا؟ الدكتور أسماء بتضحك. ما أعمل ايه؟ والله أعمل ايه؟ الناس تعبتني. أنا واحد صاحبي يقول لي تفتكر الخديوي إسماعيل كنت هاكله بنية في وشه، صاحبي عشرة عمر يقول الخديوي إسماعيل، أقول له ايه؟ يا رب اتفرج على قنوات الإخوان. لما خدنا قرار التحرير في 2016 في نوفمبر 2016 بدأ السعر ان هو طبعا ارتفع بشكل كبير، وبعدين بدأ ينزل تاني يستقر لغاية في نهاية ديسمبر 21 كان 15.7. لما جت الحرب الروسية الأوكرانية وبدأت البنوك المركزية ترفع من أسعار الفايدة، وبالتالي بدأنا احنا كمان نرفع من أسعار الفايدة، فسعر الدولار ارتفع يعني وصل ل 19.26، ومن المتوقع ان هو ممكن يرفع تاني بعد كده، ولكن ده نتيجة ويوم الخميس بقى 19.22 بالمناسبة عشان الحق قافل على 19.22 حق. تمام.
في الشهر ده كمان هيبقى في اجتماع للبنك الفدرالي، ويعني ربنا يستر يقدم الخير ان شاء الله.